وعلى سبيل المثال كان مشهورة ديك القصة اللي كتذكر ديال يحيى بن يحيى الليثي. يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله هذا هو السيد اللي دخل لنا الرواية ديال الإمام ديال الموطأ ديال الإمام مالك دخلوا المغرب. كنقول المغرب أقصد المغرب الكبير، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السنغال، تونس إلى آخره. تقول له كيتسمى المغرب فداك الزمن الأول، لأن الموطأ الإمام مالك عنده بزاف ديال الروايات. الإمام مالك رحمه الله كان عنده بزاف ديال الطلبة، وعدد ديال الطلبة ديالو مشاو لواحد المجموعة من البقاع والأصقاع ديال الأرض إلى آخره، كل واحد دا الفيرسيون ديالو ديال الموطأ. كنقول الفيرسيون ماشي زعما شي حاجة اللي مختلفة بزاف، غير هو دا الرواية ديالو هو. يحيى بن يحيى الليثي الرواية ديالو تخيل بارك لي الله فيها، بمعنى أنه هو الطريق ديال من يحيى بن يحيى الليثي حتى الإمام مالك حتى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الخط هذا الإسناد هو اللي مقبول عندنا في المغرب. يعني تقلب على الفيرسيون ديال الموطأ غتلقى الرواية ديال يحيى بن يحيى الليثي. الذي يروى عن يحيى بن يحيى الليثي، وبهذه إن شاء الله تعالى أختم، الذي يروى عن يحيى بن يحيى الليثي أنه من اللي مشى من هنا باش يطلب العلم عند الإمام مالك رحمه الله، وجلس تيقرا النهار الاول الثاني. واحد النهار تسمع شي صداع في المدينه المنوره، ضجيج، الغوات والهراج وعباد الله. حقا ما حقا راه جات شي قافله يمكن من جنوب شرق اسيا وجايبين معاهم فيل. اخر فيل شافوه في الجزيره العربيه هو ذاك اللي كان جابو ابراهيم بغى يهدم به الكعبه، هذاك هو اخر فيل دخل ذاك القنت وما عاودش خرج مسكين، تكعور في اللقط. من بعد ما بقاش دخل شي فيه الخور. يعني تخيل معايا الجينيراسيون ديال النبي عليه الصلاه والسلام، والجينيراسيون ديال الصحابه اللي بقاو حيين وراه، والجينيراسيون ديال التابعين اللي جاوا الصحابه، وجات الجينيراسيون ديال تابعي التابعين اللي كان فيهم الامام مالك رحمه الله. وقيل انه جات القافله ودخل فيل، يعني كتقول دخل فيل عندك الناس راه ماشي البوز، راه شي حاجه فايت البوز ليه. حتى الطلبه التوندونس، حتى الطلبه ناضوا من الحلقه ديال الامام مالك في الحلقه ديالو. غير بو فو دير، كانوا الطلبه ملي كيبغي يدور الورقه كان تيدورها بشويه احتراما لمقام الامام. ديك ما كيديروهاش، تيدور الورقه بشويه. علاش؟ لانه كيقولوا بالدارجه كان قاطع فيهم ماشي بالقباحه، لانه كان مربيهم على احترام مقام المسجد النبوي اللي هما جالسين فيه. وتخيل ناضوا خرجوا عباد الله، بقى جالس قدامه واحد طالب واحد اللي جالس، وقال لي الامام مالك، قال لي علاش ما خرجتيش انت معاهم تمشي عندهم معاهم انت تشوف الفيل. الفيل جاجة ويقول لي انما ضربت اكباد الابل لارى مالك ولم اضرب اكباد الابل لارى الفيل. بمعنى الاوبجيكتيف اللي عند هذا السيد عارفوا شنو هو، غيجيو هذوك لي زانترفيرونس في الطريق، هو سد عليهم الخط ومنيش عارف راسو فين غادي. الفرق بيناتنا كاملين هو هذاك اللي جاي باغي يشوف الامام مالك، وهذوك اللي جايين باغيين يشوفوا الفيل. نهار الدقاد هذه المساله ان شاء الله تعالى ممكن نزيدوا لقدام. القناه الرسميه للاستاذ ياسين العمري.